إذا رفض الشارع حكومة حسان دياب وانفجر هذا الشارع واشتعل الشارع، هل ستقمعها حكومة حسان دياب؟ هل ستواجهها بالحديد والنار بالتوافق مع رئاسة الجمهورية؟ لا، أنا ما بعتقد هذا الشيء. والبرهان حتى من بداية من 17 تشرين أول حتى تاريخ اليوم، يعني هي ممارسات السلطة الأمنية مثل ما بقولوا، التظاهر السلمي كان محمي من قبل الجيش أو حتى من قبل قوى الأمن، باستثناء بعض المقاصد المحددة، أنه عندما تقطع الطرقات بالكامل التظاهر محق وإلهم حق العالم يتجمعوا ويتظاهروا. بس كأنه حاليا تتم شيطنة هذه الثورة، أنه والله سرقت أو تغيرت أهدافه، كأنه في تمهيد لضربها. يا سيدي لا، ما فينا كمان نحكي. أنا مع احترامي للدكتور محمد رأيه يلي أنا بحترمه، ولكن كمان بنفس الوقت صحيح انه الثورة لما بدها تلجأ للعنف وهي باسم الثورة بده يكون فيها عنف، شيء طبيعي، ولكن هل هو بعيد عن اورشليم؟ انا اللي بقوله لما صار في تكسير في منطقة الحمراء، بدأ الحديث انه الشيعة اجوا على الحمراء، لما صار في تكسير في منطقة ثانية اجوا السني عم بيكسروا بمنطقة ثانية. يا اخي هيدا لبنان، نحن لا نريد أن أحسن ما يقولوا أنه النار عم تحرق بس المناطق المسيحية يا أستاذ أمل. أبداً للأسف، يعني وحتى في المناطق المسيحية يعني